السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ثالث حلقة من كورس الكونفيجريشن مانجر. زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، احنا جهزنا الـ environment، عندنا ممكن عليها domain controller، وعندنا مكنة هنسطر عليها configuration manager، وعندنا مكنة اللي هي هتبقى الـ client بتاعتنا اللي هنتست عليها. المكنة بتاعت الـ configuration manager أنا حطيت عليها الـ PDK اللي عملناها download. دي زي ما قلت لكم اللي هتقدر تعمله هذا داونلود اوف لاين، وهيبقى ديت الفايلز بتاعتك، وانت هتيجي هنا تقول له والله انا عاوز دي كي سيت اب، وهتمشي الخطوات بتاعه السيت اب بتاعك. خلينا نبتدي الاول، قبل ما ابتدي اشتغل على الاي دي كي او اشتغل اي حاجه، خلينا الاول هنحتاج ننزل دوت نت 3.5 بحيث انها بري ريكويزيت للسيكوال وبري ريكويزيت للكونفيجريشن مانجر. دوت نت 3.5، لو جيت هنا الويندوز سيرفر، خلينا نكبر هنا، لو جيت على الويندوز سيرفر اد رول اند فيتشر، نيكست نيكست فيتشرز، انا عاوز دوت نت 3.5، نيكست سبيسيفاي الترنيت سورس باث، هيبقى دي وي sources SXS، اوكي، واعمل اتاش للسورس بتاع configuration manager ISO عندي. لو جيت هنا براوز اختار الويندوز سيرفر، تمام، هقول انستول، دلوقتي هبتدي انستول الدوت نت 3.5. لو انا ما كنتش استخدمت اليوز الترنت باس، كان هيروح يطلع انترنت يعمل داونلود للباينريز بتاعه السيت اب، وهي كده هيتسيت اب، فانا كده بختصر وقت يعتبر. دوت نت خلص سيت اب دلوقتي. تاني حاجه هبتدي اعمل لها سيت اب هو السيكوال. معايا هنا سيكوال 2016، فين هو ده؟ بس السيكوال 2016 مبقاش معاه المانجمنت ستوديو بتاعه، بقى ده سيبريت داونلود، فانا حاليا مش عامل الداونلود بتاع المانجمنت ستوديو، فاحنا بما اننا بنحتاج الاستوديو فانا بدور على سيكوال 2014. سيكوال 2014، اوكي، وهبتدي السيت اب بتاعه. لو جيت هنا سيكوال، تيجي هنا انستليشن نيو سيكوال سيرفر ستاند الون انستليشن، عموما السيت اب بتاع السيكوال من السيت ابس اللي بتاخد وقت طويل، بس الستيبس بتاعته سهلة جدا. خلينا بس نشوف اول ما هيخلص نبتدي نكمل السيت اب ستيبس بتاعتنا. هوافق على ال license terms أكيد طبعا بعد ما أكون قريتها. هنا بيقول لك أنا هتشيك ويندوز أبديتس الأول قبل ما أبتدي أعمل سيت أب، هقول له لأ أنا مش هعوز الستيبس ديت. هنا كان هأبلاي أي أبديتس تلاقيها في الستيب اللي قبلها، هنشتغل بعض الفايلز اللي بيحتاجها في السيت اب،
اف نيسيسري يعني، مش شرط ينزل كل الفايلز. هيقول لك كان عندي حاجتين، الويندوز فاير وول اللي ما انتش فتح عليه بورت 1433، البورت ديت البورت بتاع السيكوال، اللي هو اي ابلكيشن من بره محتاج يكلمها لازم تفتح له البورت ده، والورننج بتاع الدوت نت ابلكيشن سيكيورتي ده علشان السيرفر بتاعي مش طالع نت. لو هو طالع نت الابلكيشن سيكيورتي ورننج ده مش هيطلع لك الورننج. انا عاوز سيكوال سيرفر فيتشر انستليشن، هحتاج ال داتابيز انجن، والمفروض لو انت معاك اي نسخة تانية هتيجي هنا تقول له مانجمنت تولز غير 2016 يعني، قصدي 2016 هي كان لازم هنا بتيجي تقول له مانجمنت تولز، سوري مفيش فيها مانجمنت تولز. الفول تكست والاناليسيز والريبورتنج، احنا هنحتاج ريبورتنج، الكونفيجريشن مانجر محتاج ريبورتنج، الفول تكست والاناليسيز مش محتاجينهم معانا في الكونفيجريشن مانجر. نكست النيم بتاع الانستنس بتاعت السيكول هسيبها ديفولت، هنا السيرفيس اكونتس اللي انت السيكول هيشتغل بيها. انا اوريدي كنت عامل كذا سيرفيس اكونت للسيكول، هستخدم نفس السيرفيس اكونت ده للسيكول ايجنت والسيكول داتابيز انجن وريبورتنج سيرفيس، وهحط الباسورد بتاعت السيرفيس اكونت ديت. واخلي الايجنت اخليه اوتوماتيك. نجست. خلينا بس نعمل باك هنا كوليشن، اهم حاجة السيستم سنتر بيشتغل على الكوليشن ديت، اي كوليشن تانية غير ديت مش هيقدر يشتغل عليها. مين اللي هيكونوا ادمنز على الداتابيز انجن؟ وايه الاوثنتيكيشن مود؟ الافضل ان تستخدم ويندوز اوثنتيكيشن مود، ما تستخدمش الميكسد. الميكسد ده اللي هو بيبقى فيه السيكوال سيرفر اوثنتيكيشن اللي هي اس اي، بس باب السيكيورتي لا، انت تستخدم ويندوز اوثنتيكيشن افضل. وهنا الباص بتاع الداتا دايركتوريز بتاعتك، السيت اب هيكون موجود فين، واللي هي الملفات بتاعت الداتابيز ذات نفسها هتكون موجودة فين. انا هنا هحتاج احط الادمنستريتور بتاعي كادمن، ولو كان عندك حد تاني عاوز تخليه ادمن على السيكوال بتحطه هنا. تحب تعمل انستول وكونفيجريشن للريبورتنج سيرفيس ذات نفسها، ولا تحب انستول دلوقتي الريبورتنج سيرفيس وبعد كده نبقى تعمل لها انت كونفيجريشن بنفسك؟ خلينا نعمل انستول اند كونفيجر اسهل. يعني الستبس بتاعت الكونفيجر بتاعت الريبورتنج سيرفيس برضو سهلة، او خلينا اوريها لكم، خلينا اوريكم تعملوا كونفيجر للريبورتنج سيرفيسز. اقول انستول، هتقعد حوالي تلت ساعة الانستليشن، فخلينا نوقف التسجيل ونرجع تاني لما السيت اب يخلص. ورجعنا وقت السيكوال بتاعنا خلص، طب اهو الدنيا كلها اخضر زي الفل. هنيجي هنا في ستارت، هيبقى عندنا السيكوال 2014. هنحتاج نعمل حاجتين، اول حاجة هنيجي نقول والله احنا عاوزين على المانجمنت ستوديو، فخلينا قبل ما المانجمنت ستوديو يخلص برضو لودينج نفتح سيكوال كونفيجريشن، سيكوال سيرفر كونفيجريشن. سوري مش كونفيجريشن، الكونفيجريشن ده يعني كده
الكونفيجريشن بتاع السيكوال بنيجي نقدر نتحكم فيه في السيرفيس والكلام ده، مش ده اللي كان قصدي عليه. انا كان قصدي على الروتينج سيرفيس كونفيجريشن. قلنا هنحتاج الريبورتنج مش السيكوال كونفيجريشن، هيبقى ريبورتنج كونفيجريشن. المانجمنت ستوديو هنقول له كونكت، هنكونكت باللوكال او باللوجن دلوقتي اللي احنا بيه عاملين بيه، اللي هو اللاب ادمنستريتور. الادمنستريتور ده اللي هو عندنا له ادمن رايتس على السيكوال. هنيجي على السيكوال سيرفر ذات نفسه، هنقول له بروبرتيز. هتيجي هنا في الميموري، المفروض ان انت هتخليها عندك في الانفايرمنت 8192، اللي هو تقريبا 8 جيجا. بس بما ان انا شغال في لاب انفايرمنت والكلام ده، والمكنه كلها 6 جيجا، فانا ممكن هديله 4000 على اساس اللي هي 4 جيجا. انا هنا بعمل ليميت للماكسيمم ميموري اللي هيقدر يستخدمها. الميموري السيكوال من النوع اللي هو لو انت اديت له 64 جيجا رامات هياخدها، حتى لو الابلكيشن مش مستاهل. اديت له 128 هياكلها، اديت له رامات هو هياكل رامات، وهيبقى اليوتيلايزيشن بتاع السيرفر في الرامات الماكسيمم. فاحنا عاوزين نعمل له ليميت بحيث الكونفيجريشن مانجر سيرفر ذات نفسه يبقى يقدر يشتغل في بقية الميموري بتاعة الماشين بتاعتنا. فانا هنا عملت له ليميت ل 4 جيجا، انت المفروض تعمل له ليميت ل 8 جيجا في الانفايرمنت بتاعتك. الريبورتنج هقول له كونكت. السيرفيس اكونت ده اللي احنا حددناها في السيت اب. الويب سيرفيس هقول له ابلاي. دي الخطوات اللي هي بتاعت الكونفيجريشن للريبورتنج. لو كنت انت قلت له انستول اند كونفيجر، كان هو عمل لك الخطوات ديت، ما كنتش انت جيت عملتها تاني. هقول له شينج داتابيز، كريت نيو ريبورت داتابيز، هيبقى على السيرفر بتاعنا. تيست كونكشن، المفروض يقدر يكونكت عشان احنا شغالين بالادمن ولوك على نفس السيرفر. الداتابيز هيبقى اسمها ريبورت سيرفر. اوكي، الكريدنشال بتاعتها هي ايه؟ نيكست. زي ما انتوا شايفين الستبس سهلة جدا. هقول له ريبورت مانجر، هتقول له ابلاي برضو، وكده انت خلاص خلصت الكونفيجريشن بتاع الريبورتنج سيرفيس. يبقى احنا دلوقتي عملنا انستول دوت نت وانستول السيكوال، وعملنا كونفيجريشن للريبورتنج، وعملنا كونفيجريشن للماكسيمم ميموري ليميت. هتيجي هنا على الاي دي كي بتاعتنا، سورسز اي دي كي، اي دي كي سيت اب. تقول له نيكست، يس نيكست، اكسبت. اللي انا عاوزه من كل دول، خلينا ندي سيلكت دول اول كلهم. اللي انا عاوزه 3 حاجات: deployment tools وان بي اي ويوزر ستيت مايجريشن تول. الديبلويمنت تولز والويندوز بي اي انفايرمنت ديت اللي بنستخدمهم في حته الديبلويمنت بتاع الاوبريتنج سيستم. اليو اس ام تي اليوزر ستيت مايجريشن تول ده برضه بنستخدمه في الديبلويمنت بتاع الاوبريتنج سيستم. الفكره بتاعتها اللي هو احنا بناخد الداتا بتاعت اليوزر في فولدر على الكونفيجريشن مانجر، اللي هو بعد كده ننزل الاوبريتنج سيستم وبعد كده نرجع الداتا. فديت التول اللي بتعمل الحكايه ديت. نعمل انستول، السيت اب بتاعها برضه سهل جدا، مفيهوش اي حاجه معقده. وبكده نكون خلصنا اول جزء من تجهيز الانفايرمنت بتاعتنا للكونفيجريشن مانجر. احنا دلوقتي عملنا على السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر، عملنا دوت نت، وسطبنا السيكوال، وعملنا ريبورتنج، وعملنا ماكسيمم ليميت للميموري، ونزلنا الاي دي كي. المره الجايه هنكمل الخطوات تجهيز الانفايرمنت للكونفيجريشن مانجر. اتمنى تكون الدنيا سهله لغايه دلوقتي، واستناكم المره الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.